معكم الشيف عبد الباسط البخاري، كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وبصحه جيده وعواشركم مبروكه. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها لواحد عصير الليمون الحامض سيترون، يعني كيجي رائع بزاف ومناسبة عيد الاضحى. حقاش كتعرفوا بان ما الانسان كيبقى ياكل لحوم وكذا، هذا عصير رائع بزاف يمكن تناوله من بعد ما تاكل اللحوم ديال اي مناسبه ان شاء الله. ودابا غادي نشوفوا الطريقه ديالو. غادي نحكو، غادي يخصونا 3 ديال الحبات لا غير، هذه غير زايده. هنا ان شاء الله غادي نعمل 3 ديال الحبات اللي غادي نستعمل. هنايا هاد الجوج هادو ان شاء الله غادي نحكهم. بغينا غير القشره ديالها، يعني القشره ما تحكوش، يعني حتى كدوزو في داك اللوب الابيض، غير هاد القشره الخضراء الفوقانيه باش كتعطينا واحد المذاق، واحد لوغو، باش ما يكونش فيه داك اللوب يعني الاخر كيكون زايد كيعطي واحد المروره. دابا غادي نحك هذا وغادي نولي معكم ان شاء الله. وانتم كما كتلاحظوا، يعني علاش وريت لكم هذه الطريقه باش تشوفوا الليمونه ما كنقشروهاش ما كنحكوهاش بزاف، يعني كيبقى هذاك شويه باين، ما كنحيدوا ليها غير ديك القشره الخضراء اللي كتبان من الفوق بحال هكذا. دابا ان شاء الله كما كتلاحظوا عندي هنايا 350 غرام ديال السكر حبيبات، يعني جوج الكيسان وربع من هادو، من هاد كيسان كريمي. وعندي هنايا واحد جوج لتر ديال الماء، وغادي نحتاجو ان شاء الله واحد جوج حامضات هادو مازال غادي ننقيهم وغادي نولي معكم، وان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه ديال هاد البشره ديال الليمون من بعد ما بشرناهم. غادي نجيبوا واحد كاسرون، يعني واحد الكاسرون بحال هادي بحال هكذا، غادي نضيفوه هنا وغادي نضيفوا معاه هاد جوج كيسان ديال الماء، يعني طريقه سهله بحال هكذا. وغادي نعمل معاه واحد جوج معالق ديال السكر كما كتلاحظوا، جوج معالق ديال السكر، وغادي نوضعو على النار، النار تكون هادئه. يعني المهم شوف ملي غادي يبدا يغلى غادي نحسبوا له واحد 3 ديال الدقائق بحال هكذاك ونضفيو عليه. وهنا ان شاء الله غادي نعملو هاد السكر ديالنا هنايا يكوننا، وغادي نضيفو هاد الماء، يعني هاد العصير هذا غادي يعجبكم بزاف. دابا ان شاء الله راه غادي نعملو فوق النار، ملي يبدا يغلى غادي نحسب له شي قسمين ديال المكانه، شي 10 دقائق بحال هكذاك، وغادي نزولو من بعد الغليان. وبحال غادي نزيد هذا برتقال، غادي نزيد وحده هي اختياريه، بغيتو تعملوها تعملوها، ما بغيتوش بلاش، كاين الوقت اللي ما كيكونش فيه البرتقال. وان شاء الله غادي نقشرها باش غادي نطحنو ان شاء الله. ومن بعد ما نقشرو الليمون ديالنا مع الاورنج كما كتلاحظوا هذا هو التقشير، ساعه غادي نقطعوها نشوفوا لا يكونوا فيها البودور ديالها العظام او شي حاجه ونقيوها وغادي نولي معكم. وهنا كما كتلاحظوا دابا انتما يعني نقيناه مزيان باش ما يبقاش فيه دوك القشور ولا شي حاجه. وهنايا غادي نحتاجو واحد الكاس ديال العصير ديال الحامض ديال السيترون. وهنا بحال هاد القشور هذا اللي كنوريكم انتما بحال هذا كتزولوه، شفتيه بحال هادو كيخصهم يتزولوا باش
ما يضيع عليناش الاخر اللحم ديالنا. وهنايا من بعد ملي غادي نطحنوا هذا غادي نصفيوه ان شاء الله باش ما تدوش شي حاجه اللي هي ماشي هي هذيك. هانتوما هذا دابا بدا كيغلى، غادي نخليوه واحد 10 دقائق ان شاء الله. كتلاحظوا بدات كتغلي، غادي نخليها واحد 4 ولا 5 ديال الدقائق ان شاء الله، وغادي نطفي عليها ونولي معكم ان شاء الله. ودابا ان شاء الله غادي نخلطوا العصير ديالنا كما كتلاحظوا من بعد ما غلى. وهنا غادي نجيب واحد الصفاي بحال هكذا كما كتلاحظوا، وغادي نصفيو هاد البشره، هاد البشور اللي بشرنا ديال الليمون. انتما دابا ان شاء الله غادي نزولوه. انتما شوفوا الكولور ديالو كيصبح، يعني غير بهاد القشره ديال الليمون. وهنا دابا ان شاء الله كما كتلاحظوا غادي نضيفوا ليه هاد عصير الليمون، راه كيجي رائع بزاف. وهنا دابا ان شاء الله غادي نحيدو هذا على جنب، وهنا غادي نطحنوا هاد الليمون ديالنا، هاد السيترون ومع الاورانج ان شاء الله كما كتلاحظوا. وهنا غادي ناخذ واحد شويه ديال العصير من هنا كما كتشوفوا، باش نطحنوه مزيان ان شاء الله. هنا كما كتلاحظوا هو مطحون مزيان، وغادي نصفيه ان شاء الله كما كتلاحظوا. هنايا كما كتلاحظوا انتما دابا كنخلطوا مزيان هادشي هذا، وهذا ملي كيكون بارد مزيان كيعطي واحد لوغو معتبر. وهنا غادي نعمل ليه واحد المذاق ديال الحامض، هنايا سيترون غادي نعمل ليه واحد القطيره، يعني هي اللي كاينه فيه صافي، قطره وحده ما نزيدوهاش. هنا باش كيعطي واحد النكهه ديال السيترون ديال الحامض، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه غادي يعجبكم بزاف بزاف. وهنا بالنسبه لك ياكل اللحم الكفته، يعني جميع الحاجه اللي فيها الدهون بزاف، يتبع له كاس من هذا واعر، ما تخافش من شي حاجه احسن من داك المشروب غازي. وهذا هو العصير ديالنا ديال الحلقه ديال اليوم ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله يكون ينال اعجابكم. وما تنساوش اللايك للفيديو، كنشوفكم دائما كتنساو اللايك للفيديو، الله يجازيكم بالخير. كنتمنى منكم دائما دائما لايك الفيديو والبارتاج مع الاصدقاء، وكنتمنى ان شاء الله تعملوا كومونتيرات ليوالموا الحلقه، وكنتمنى لكم جزيل الشكر. وكما كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا العصير هذا، غادي ينال اعجابكم بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى ان شاء الله اللي جربوا راه ما غاديش يتخلى عليه ابدا. والحمد لله راه الحامض يعني سيترون الليمون ديالنا دائما موجود، وطريقه سهله للتحضير، ماشي ما فيه لا تعقيدات لا حتى شي حاجه صعيبه. دابا وصلنا لنهايه الحلقه، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.